ارتفاع المنسوب المي متر ونص، وكان امن احنا الاطفال الصغارين نقل للاطفال نجينا الاطفال ولا فرش ولا لحاف ولا حاجه، كله خش في المجاري والوسخ وكله مع بعضه. والله ما بننامش الليل طول الليل واحنا قاعدين، يعني بالنقبه صاحيين يعني حسب ايش الواحد النايم ميت يعني بنظن صاحيين، وصار اي ظرف الواحد يعرف يدبر اموره. نايمين والله ما شفنا رجعنا المي كل عفشنا. رحنا اخذنا الاولاد الصغار، لقينا المي مغطيهم من الرقبه، طبعا حاولنا ننقلهم لقيناهم بمعاناه، نقلناهم لغرفه هيك على جنب كانت اللي هي عاليه عن الدار، ونفس القصه الحاجه لحقناهم في الاخر وهم نايمين، لحقناهم صحناهم من النوم وهم مبهدلين في المي وامور زي هيك، لحقناهم الحوق وشلناهم، نفس القصه اخذناهم على غرفه ثانيه.